تاريخ الإنسان مع الله بيتلخص بفكرة بسيطة: الله لم ينسى الإنسان، لم يتخلى عنه، لم يحقد عليه. صحيح أن الإنسان سقط. شو يعني سقط؟ سقط أي إنه توقف نموه الروحي مع الله، عزل نفسه عن عشرة الله، وبالتالي جمد نفسه بمرحلة معينة، والوقوف هو تأخر. فقد مؤقتا الإنسان الكرامة التي كانت له، وهي العشرة والقرب من الله، وصار في بعد، مسافة بعيدة. في من جوا بكل إنسان حنين، لأنه كل واحد منا في من جوا مزروع صوت الله فيه، وطبيعتنا هي مخلوقة على صورة الله، ما هيك؟ فنحن حقيقتنا حسب تعليم آباء كنيستنا هي الحياة الإلهية. حقيقتنا أنه نحن نكون جماعة متألهين، ومنحس بهالشي، ومنحس بس نصلي أو نسمع كلام من الإنجيل منحس الخشوع كتير، منحس أنه الدنيا كلها سوا ما بتسوى شيء، وأنه نحن فعلا هالحكي عم يرفعنا، في شيء، في صوت من جوا عم ينادينا. بس نطلع ونسكر دينينا عن كلام الله ونشوف ملذات الدنيا ومتع الدنيا وتسلياتها والراحة المطلوبة بالدنيا، وكأنه نحن منبعد صوت الضمير اللي فينا وصوت الله اللي عم بينادينا من جوا، ومنصير نقصب نفسنا على التهالك على متع الحياة. شو عم بيصير؟ نحن حسب تعبير القديس ماكسيموس المعترف نعشق الأسباب التي سببت سقوطنا ونسعى إليها، بدل ما أنه نعرف أنه هذا هو المرض لازم نحن نبعد عنه ونرجع إلى علاجنا اللي هو العشرة مع الله.